بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. بنتكلم في الفيديو ده هو عن كيف يكون الخيار بعد 35 يوم من الزراعة. تمام، الخيار اللي قدامنا ده هو خيار شتوي. تمام، إزاي يكون شكله إيه بعد 35 يوم؟ أولا الخيار عندك لا يزيد عن يعني نص سلك حمل المحصول، يعني ده لو مترين ونص كفاية عليك المتر وربع أو متر وخمستاشر سنتي في العمر ده هو اللي انت هتبدأ تجمع فيه. طيب القصة دي عشان تحكم النبات بتاعك، قلنا أول حاجة تتحكم في الري بتاعك. تعال شوف الري كده ونشوف السيمترية اللي عندنا في الري أو التناسق في عملية الري. أولا النبات من فوق متناسق، أهو التناسق اللي في من فوق ده وجا منين. أول حاجة اضبط عملية الري بتاعتك، شايف عملية الري اهي الدايرة بسيطة خالص، شايف عملية الري هنا الدايرة بسيطة خالص، مفيش حاجة اسمها ان انا ابدأ اروي. شايف الدايرة بتاعت الري اهي، شايف بجيبها لك من بعيد شوية، الدايرة يدوب يا جماعة. الري نص، والله نص الوقاية بتاعتك ومشاكلك من البيوت المحمية الري. تمام، فالخيار رغم انه هو بيحتاج مية، بس مية بحساب قد يحتاج مية في الصيف بخلاف الوقت اللي احنا فيه دهوت، فلازم يكون عندك الوضع اللي انت فيه دهوت. شايف المية قد ايه تحت، حاجة يعني دايرة بسيطة جدا، دي رقم واحد. المية بتاعتك دي رقم واحد، يكون في تجانس في التسميد بتاعك، ويكون التسميد بتاعك انت عارف بتعمل ايه، انت عارف بتعمل ايه، مش سمك لبن تمر هندي. تمام، بمعنى برضو ان انا بمشي ستيب باي ستيب كده، خطوه بخطوه مع النبات بتاعي، بمعنى ان انا بعطش النبات بتاعي في الاول. تمام، بعطش جدا في الاول وما صعبش عليك النبات، وبحط كميات قليله من السماد المعدني. لو انت عامل خلطه تحت وانت بتعطش، النبات بيبدا يقول لنفسه في مشكله، عطش يعني الجدر يتحرك، يعني هتحصل استطالة في الجدر وهيحصل تأسية للجدر، والجدر نفسه هيبقى يعني القوة الامتصاصية بتاعته أو السعة الامتصاصية بتاعت الجدر هتزيد. ليه؟ هو الجدر عمل استطالة يعني بقى طويل، وبالتالي مساحة الامتصاص نفسها بدل ما كانت قليلة ابتدت تبقى كبيرة جدا. فبرنامج العطش رقم واحد للخيار، وما يصعبش عليك. قلت لك النبات سمت كويس وعطش، يعني النهاردة هتروي 10 دقايق مثلا مع تسميد، بكرة ما ترويش إذا كان الجو عندك يتحمل كده، بكرة ما ترويش. تمام، الخيار ده هو كان بيروى يومين ويوم، وزي ما انت شايف قدامك كده هو دي رقم واحد. اول حاجة ان يكون عندك المنظر ده كلته، يعني في تناسق في طول النبات، وان النبات ما يطولش منك زيادة عن اللازم. القصة دي جات لنا منين؟ من الري المعتدل ومن التسميد المعتدل، او ان انا ما خليش النبات ناقصه اي حاجة خالص، دي رقم واحد. رقم اتنين، في عندك طول السلميات يا جماعة، طول السلميات. زهقت وانا قلت طول السلميات. السلمية دي عندك اندكس مدلول لانك انت اساسا بتعمل ايه. شايف طول السلمية اهي ما زادتش عن 15 سم. محملة محملة، في تنفيل ما فيش تنفيل اهو، ده معنى. شايف ادى السلمية اهي من بعيد، اهي نطلع فوق اللي فوقها اهي من بعيد، لا تزيد عن 15 سنتي واقل كمان لو تقدر. تمام، وبساعدك فيها البرد. تمام، طب السلمية عندك دي لو بتجري النبات جرى منك، طب تعمل ايه؟ امسك رش النبات عالي فوسفور، لو النبات جرى منك امسك رش النبات عالي فوسفور. تمام، دي رقم واحد. رقم اتنين، لو عندك البيت فيه الشبك وبالليل الجو برد، افتح الباب خلي النبات يحس بالبرد يومين ثلاثة، هيفرمل مكانه على طول. تمام، وخصوصا بالليل. تمام، افتح الباب البلاستيك وسيبه على الشبك، هتلاقي عندك البيت ابتدى يفرمل منك على طول ومش هيجري. تمام، ناخد بالنا من القصة دهيت زيادة عن اللازم. قصة التنفيل، مفيش تنفيل، في محمل، في والله محمل وتمام التمام. تمام، مفيش عندي تنفيل، مفيش عندك تنفيل، دي ما جاتش من. شايف الزهرة القوة بتاعتها كويسة جدا، كل ده هو
كل ده هو بيعتبر انك انت ماشي في الرايت دايركشن او الاتجاه الصحيح، يعني تمام في الرايت دايركشن او الاتجاه الصحيح، طالما الساق عندك متناسق، العقل عندك ما هيش قصيرة ولا هي طويلة، ما عندكش تكتل، يعني عندك قوة التزهير، الزهرة شايف عاملة ازاي اهي ما شاء الله مية مية من غير نحل ومن غير اي حاجة خالص، تمام. المفروض عندك بيكون كل النبات عندك الازهار بتاعته مؤنسة، الازهار بتاعته مؤنسة، تمام. اللي يقول لي بقى عندي ازهار مذكرة يبقى الصنف بتاعك مضروب والجماعة ضحكوا عليك، لان كل اصناف البيوت المحمية من المفترض ان هي تكون ازهار انثوية، يعني هتطلع يبقى خلاص هتطلع ما فيش مشاكل، اي مشاكل فلا محتاجة نحلة تاخد من الزهرة المذكرة للزهرة المؤنسة ولا الكلام ده كلته خالص، دي ناخد بالنا منها كويس جدا، تمام. نيجي على قمة النبات بتاعنا، قمة النبات بتاعنا كويسة جدا، يعني ما فيش فيروس، يعني ما فيش مشكلة في العناصر، يعني في تطور في النبات كل يوم اهي، القمة زي الفل اهي، ما فيش اي مشكل خالص في كل النباتات، المفروض في كل النباتات، تمام. دي ناخد بالنا منها كويس. العملية الرش أو مكافحة الأمراض بتاعتنا، النبات اللي قدامك ده هو خد مرتين واحد في 35 يوم، خد فيهم رشة فيلنت اللي هي بياض زغب وبياض دقيقي وقائي، دي رقم واحد. رقم اتنين النبات ده هو خد مرتين فيرتيميك مع مسبلان، الاثنين خلطينهم مع بعض ورشناهم، مفيش اكتر من كده، النبات مفيش امراض، مفيش اي مشكل خالص خالص خالص، لا في الجذور، الجذور على اليوم الثالث بالظبط البيت ده هوت اللي قدامك اتحقن 2 كيلو توبسين، اتحقن 2 كيلو توبسين، تمام. البيت اللي قدام حضرتك ده هوت فيه 7500 نبات، في 7500 نبات، تمام. قلت لك على الري بتاعي وعلى التسميد بتاعي وعلى المكافحة الأمراض بتاعتنا، والنبات قدامك هوت لو في اصفرار، ده مش اصفرار، ده الكاميرا بس فيها في التصوير بتاعها بتدي اصفرار، عندي مشكلة، تمام. فالوضع اللي قدام حضرتك هوت ممكن تشوفه، البيت كلته اهون في اي اتجاه هتلاقي ما شاء الله حال كويس جدا. بنتمنى ان الناس تبقى بالراحه، ما تستعجلش على النبات، ما تستعجلش على النبات، واهدى خالص، اهدى خالص مع النبات وما تستعجلش على النبات، تقريبا لما بقلب كده اللون بيرجع طبيعي، لون النبات بيرجع طبيعي، ما تستعجلش على النبات بتاعك واهدى معاه، هتلاقيه طلع لك محصول محترم جدا جدا جدا، ومش لما تجمع وتبدأ الجمع، مش معنى ذلك انك تترك النبات، في ناس كده اتبسط بالجمع والدنيا دي وابتدى يترك النبات، لا، النبات لحد اخر يوم هتحافظ عليه، هيحافظ عليك وهيديك انتاجية محترمة جدا جدا جدا. شكرا لحضراتكم، بتمنى انكم تكونوا استفدتم.